هل يجوز السفر لأمريكا عشان أخذ الماجستير والشغل؟ إذا كان علما نافعا تحصله ينفع الناس في دنياهم ولا يضر بآخرتهم جاز. طيب لا نرد معايا، ممكن تخلع نقاب مثلا عشان تنمر هناك العنصرية؟ خلع النقاب للضرورة للاضطرار. هتشتغل أيضا ولا في البيت قارة؟ لا في البيت. خلاص لا تكثروا من الخروج يعني، بس الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم.